لتسليط الضوء أكثر على الحملة التي أطلقتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية للمساعدات بمخيم بزيبز في عملية الفلوجة في محافظة الأنبار، ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر، بداية مرحبا بك. أطلقتم حملة إغاثية لمساعدة المهاجرين من جرف الصخر بمخيم بزيبز في عملية الفلوجة في محافظة الأنبار، لو تطلعنا أكثر عن هذه الحملة تفضل. مرحبا بكم. في الحقيقة هذه الحملة هي تمثل المرحلة الثانية من الحملة التي أطلقتها المنظمة خلال هذا الشهر للعائلات النازحة من ناحية جرف الصخر والتي تقيم في منطقة الزيبز، حيث يسكن في هذا المخيم أكثر من 1000 عائلة. وبعد المرحلة الأولى التي جهزت أو قدمت فيها المنظمة أكثر من 570 عائلة، جاءت هذه الحملة الأخيرة لتقدم السلات الغذائية ل 500 عائلة نازحة أخرى في هذا المخيم. وطبيعة المخيمات الحقيقة الموجودة في هذا المخيم في منطقة الزيبز، هناك قسم كبير منها مخيمات عشوائية متفرقة بين القرى الموجودة في هذه المنطقة، وتسكن في مخيمات منذ أكثر من 7 سنوات، وهم يعني المهجرون قسمين من مناطقهم في كيف وجدتم دكتور أوضاع العوائل؟ أوضاع العوائل النازحة في المخيم في ظل هذه الحالة الصحية التي يعيشها العراق والأوضاع الاقتصادية، كيف تصفها؟ بالتأكيد وضعهم صعب جدا، ونحن كما استمعنا إلى شهادات هؤلاء وكما ورد في تقريركم أنه لا تصلهم المساعدات من الجهات المعنية في وزارة الهجرة والمهجرين منذ أكثر يعني من 4 أشهر، يعني السلات أو الوجبات الحصة التموينية تصلهم بشكل قليل جدا، لذلك معاناتهم كبيرة في الحقيقة هذه العائلات في هذه المخيمات، وفي ظل طبعا تصاعد الأزمة الصحية والحظر التجوال هذا يؤثر وينعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية الصعبة. وأيضا كثير من المنظمات يعني تحجم عن الذهاب إلى هذه المخيمات لأنها ليست مسجلة بشكل رسمي، فلذلك هذا كله يؤثر في وضعهم الإنساني ويزيد من معاناتهم وتزداد حاجتهم للدعم والمساندة. ولذلك احنا المنظمة يعني بحمد الله متواصلين بشكل مستمر معهم، مع هذه العائلات والإدارة الموجودة المسؤولة عن هذه المخيمات العشوائية، وقد نقدم لهم بين فترة وأخرى ما نستطيع أن نقدمه المنظمة في هذا الصدد من مواد غذائية ومنح مالية وغير ذلك والنفط الأبيض بحسب حاجتهم بحسب إمكانيات المنظمة. هل تنوون أيضا هنا أن يكون هناك حملات لاحقة أخرى؟ بالتأكيد نحن مستمرون في تقديم الدعم لجميع النازحين في المخيمات في هذه في محافظة الأنبار وفي المحافظات الأخرى، وإن شاء الله نحن على مقدمون على شهر رمضان سيتزداد يعني وتيرة الحملات والمساعدات الإغاثية الإنسانية لهؤلاء خلال الشهرين القادم. وهذا من جهة أخرى نناشد جميع المنظمات أن تتوجه إلى هذه المخيمات التي هي شبه منسية ولا يصلها إلا القليل من المتبرعين والمحسنين. من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لك.